السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متتبعين الكرام، كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. الجديد كما كتعرفوا آخر براكة رابط البارح هي هذه اللي في اليمن ديالي، وغادي نحاولوا ما أمكن نقربوكم من بعد الأماكن ديال القاطيني دور الصافيح بدوار أهل الحارج هنا في اليمن. آخر مستجدات ديال عملية الهدم، فعملية الهدم توقفات اليوم، وقفات عملية الهدم، وهذا راجع للانتخابات وراجع لمجموعة من الأمور اللي كترافق هذه المرحلة بالذات. نطلب الله تيسر الأمور والله يدير لي فيها الخير. بزاف ديال الناس ما باقي ما عرفوش شنو غيديروا في هذه القضية ديال الطريطات، ما عندهمش مساكن باش يخلصوا، وهاد البلاصة اللي مبلاصين فيها الطوموبيلات راه بلاصة السوق، بلاصة المشروع الملكي، لنا عودة في الموضوع. الله يدير لي فيها الخير. وبالنسبة لعملية الهدم فهي متوقفة لحدود اللحظة. كما كيعرف الجميع آخر عملية هدم دارت البارح، واللي رابوا فيها 6 البراكات، رابوا فيها 6 ديال البراكات. كان أكبر رقم في البحر ديال 10 أيام الأخرى هو 6 البراكات، لأن واحد الوقت ولات كتري بجوج براكات، ثلاثة، جوج، ثلاثة، أربعة، البارح رابوا 6. هذا هو الجديد ديال عملية الهدم. غادي ندير لكم فيديوهات اخرين ان شاء الله اللي كيتعلقوا بالقرعة وكذلك الناس اللي ما استفدوش والاقصاءات اللي بالجملة، وبعض الحالات اللي اكثر من علامات استفهام تطرح علاش تم الاقصاء ديالها، فغادي نرجعوا لها بالتفصيل ان شاء الله. منهم نساء ارامل اللي عندهم اطفال ديالهم واللي عندهم عنوان ديال داك الحي اللي هما ساكنين فيه، فمزيد من التفاصيل ان شاء الله غادي تشوفوها معنا في فيديوهات ان شاء الله اللي غادي ننشروها. فكنتمنى من الله الاخوان يبارطاجيو، لان تخوف كبير عند الساكنه ديال القاطيني دور الصفيح انهم دوزوا حياتهم في العذاب وتكرفصوا بزاف د الحوايج، في الاخر يتم الاقصاء ديالهم بهذه الطريقه، فهو امر غير مقبول. الله يفرجها وان شاء الله يكون خير يا ربي. الله يفرجها ويدير شي تاويل ديال الخير. نطلب الله تدوز الامور على ما يرام. وبالنسبه للناس مساكن اللي ما عندهمش، فكنقولوا يا ربي دير شي تاويل اخر، وكنتمنوا من السلطات المحليه انها دير شي حل بديل، بحكم انه بالنسبه للناس اللي ما عندهاش، بحكم انه الشقه كيبقى الوضع ديالها تحت السيطره، يعني كتبقى راه الاشاره ديال سميتو ديال السلطه وديال الشركه وديال هذا، يعني في الوقيته اللي بغا يتحكموا فيها قانونيا راه الناس ملتزمين، الناس اللي ما لقاهم ساكن ما يسبقوا ما يوخروا ما يقدموا. راه كنظن مجموعه من الاكراهات كاينه، وخير دليل هو انه 300 اسره باقي ما دقوش الباب، 300 اسره باقي ما دقوش الباب بالمره في اتجاه الملحقه الاداريه الثانيه، او كذلك عند السيده النوطيره. فالله يفرجها يا ربي، والله يدير شي تاويل الخير، وباش ما ننساوش كنوهب المجهودات الكبيره اللي كتقوم بها السيده القائده واعوان السلطه وجميع الاخوان اللي صراحه صارين على كل كبيره وصغيره، كذلك جنود الخفاء اللي ما كيبانوش. فالله يدير شي تاويل الخير، والله يفرجها على الجميع. ومن المسيره واحد كنقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وكنقول لكم بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والناس اللي كيتفرجوا فينا وباقي ما اشتركوش معنا في القناه، فضلا وليس امرا. كنتمنى من الله تشتركوا معنا في القناه باش القناه تكبر بكم انتم، وحنا مستمرين معكم ان شاء الله حتى لاخر يوم ان شاء الله، ما حد القلب كينبض. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.